هاي هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. باين علينا الكريسماس ونيو يير، ولا مبين ازيد من كده شويه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى ان شاء الله نطلع الديك من الفرن ونحكي تاني برضو عملنا عليه، يعني عملنا فيه ايه خلال اليومين اللي فاتوا. اللي تابعونا عارفين ان احنا نقعناه في يوم وتبلناه في يوم وسويناه في يوم. هنعمل ايه بقى؟ عملنا امبارح صنف رز جنب الديك اللي هو الرز البسمتي اللي بالخلطه الشرقيه، وهنقدمه في وحده بامبكن كده، قرع العسل المشويه في الفرن، وبيبقى طعمه تحفه وبياخد من طعم البامبكن، والبامبكن بصوا اختراع، بيبقى شكله حلو قوي على السفره. وهنعمل الرز اللي بالخلطه العادي المسكر اللي بتحبوه، اللي بناكله على طول في الافراح في الاوتيلات، وفي ناس كتير جدا في مصر بتعمله حلو قوي الحقيقه. احنا مميزين بالرز المصري بتاعنا اللي بالخلطه بتاعتنا. نبتدي بالمقادير، يلا بينا ننزل المقادير واحكي لكم دلوقتي عندنا ايه. عندي رز، وعندي سكر، وعندي قرفه خشب، قرفه عاديه، القرفه الخشب والقرفه الناعمه، وايه تاني؟ لوز شرايح، 7 بهارات، ملح وفلفل، كبد وقوانص لو حابين يبقى بالكبد والقوانص، عشان مش دايما كل الناس بتحب اللي بالكبد والقوانص. خلينا نبتدي الاول كده، نحط الحلة على النار ونحط السكر يتحرق. احنا اخبار البصله ايه؟ كنت طالبه بصله بس ممكن. شكرا. نحط السكر كده والمرقه كمان، ما تنسوش مكعب مرقه بيدي طعم حلو قوي لل عندي اهو، انا ما قلتوش بس ايه؟ لا لسه فين؟ تمام. اوكي يلا، عايزين نسخن الطاسة علشان نحط فيها البصلة بتاعة الكبد والقوانص. لازم الكبد والقوانص يتعملوا على جنب. السكر يبتدي يسيح ويتحرق. احنا عندنا ميه مغليه؟ تصدقوا ما عندناش ميه مغليه، والكاتل مش هنا. ممكن تمام. ادي البصله، اعتقد ان الزيت هيبقى سخن. تعالوا نحط ايه البصل كده. في ناس الرز بالخلطة بالنسبة لهم كبد وقوانص، وفي ناس لا هي مكسرات بس، فبراحتكوا. عايزين تحطوا من فوق الوش كده الكبد والقوانص، بتدي طعم حلو قوي للوصفة دي. انا ابتديت بالرز طبعا علشان يلحق يستوي. نقلب بس السكر علشان ما يبقاش ناحية وناحية، هيكلكع كده شوية. لا تقلقي، نكلم حبيبة. هاي حبيبة، ازيك؟ ازيك، عاملة ايه؟ انت عاملة ايه؟ الحمد لله. قوليلي ايه الاخبار؟ عاوزة طريقة الوافل. الوافلز؟ اه حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاتنين. السكر عايزاه يتحروق وياخد لون حلو، والبصلة هنا عندي تمام، مش عايزة يعني مش عايزة ألونها قوي بس تدبل. زيت أو سمنة بقى براحتكم. بصوا السكر بيكلكع كده شوية وبعدين بيفك أكرمل. نرجع تاني نبص على البصلة. كلنا في البيت كده ايد وايد، وساعات ببقى مشغله الاربع عيون. لا ده بس السكر. ده السكر.
نكلم منى. يا منمن. الو الو. هاي منى، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. انا عايزه اسال عن طريقه البيتزا. حاضر يا حبيبه قلبي من عناي. كل سنه وانتم طيبين. بصوا، السكر هنديله لون غامق علشان هو اللي هيدي اللون للرز كله. زي ما احنا شايفين هو عبارة عن سكر بس. هحط شوية زيت بس مش دلوقتي. كده تمام. ننزل بالماء المغلية ونبعد. نجري. ننزل بالماء ونجري. اوكي. نشوف البصلة وننزل بالكبد والقوانص على البصل. نسيب الكبد والقوانص شوية ونهتم بالرز. بصوا بقى، الرز شوية على ما المية تغلي كده يكون ايه؟ كل السكر داب. تمام؟ هنحط في المية دي الزبيب، شوية من الزبيب، حبة على الوش وحبة من جوه. هنحط السمنة دلوقتي. هنحط البهارات بتاعتنا كده. هناخد طبعا جزء من البهارات والقرفة، ونحط المرقة، ونحط عيدان القرفة، الفلفل الأسود، والملح. تمام كده زي الفل. كل حاجة هتبقى خلاص زي ما احنا شايفين كده. المرقة مع السخونية هتبقى تمام جدا. هنبقى مجهزين الرز. خلينا نقلب هنا تقليبة مع البصل وبعدين نبهر. هنزل بالرز دلوقتي. بالشكل ده كده. وأقلب كويس كويس كويس. هغطي عليه واروح هنا بقى اشوف ايه الاخبار. عايزين ننزل بالبهارات، نفس البهارات اللي اشتغلنا بيها. 7 بهارات، قرفة، ملح وفلفل، جوزة الطيب لو عايزة. بهريها بقى زي ما انت حابة. فلفل اسود، وادي الملح. عندي هنا معلقة سمنة عايزة اخدها. تدي طعم برضو للكبد والقوانص. تقليبة حلوة كده. نار عالية علشان ما يبكوش في مية ويميميو. مستحيل نشم ريحه لو عملنا الكبد والقوانص كده بره مع البصل والبهارات والنار العاليه. كل ده ضيع اي ريحه بتضايقكم. طيب تعالوا على ما الكلام ده كمان يخلص اقول لكم عندنا ايه تاني. عايزين نعمل سلطة حلوة جنب السفرة دي. دايما الناس بتحتار في الأطباق اللي بتتقدم جنب في أطباق السلطة اللي بتتقدم جنب الديك الرومي، جنب العزايم، جنب يعني دايما في العزومة كده. ايه نوع السلطة؟ نكلم هاجر واقول لكم نوع السلطة. ازيك يا هاجر؟
اهلا وسهلا. اهلا بيكي، عامله ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ بحب وصفاتك جدا. الحمد لله تمام، بحب وصفاتك جدا وضحكتك ما شاء الله جميله جدا جدا. شكرا. فاحب اهنئ اختي هند وعبد الله، اثنين توام، هند شعبان سالم، بعيد ميلادها الشهر ده. ما شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه كل سنه وانتم بالف خير يا رب دايما. طيبه اقولها برضو عشان خاطر السنه الجديده، يا رب يجي عليها خير، عليها يا رب، يا وعلى جوزها وعلى ابنها يا رب. يا رب، وعليكي وعلى اهل بيتك وعلى كل الناس اللي بيشوفونا يا حبيبه قلبي. يا رب، اللهم امين. شكرا لك في الدعاء. ميرسي لحضرتك، نورت. بصوا بقى حبايبي، لما بتبقى النار عاليه مفيش ميه بتنزل، والريحه بتبقى جميله، كبد والقوانص ما بتاخدش وقت خالص، بس التشويح هو اهم حاجه. نشوح على طول على طول باستمرار، تبقى زي الفل. يلا نطلع فاصل صغنطوط جدا ونرجع نعمل تبوله. يلا. طيب رجعنا من الفاصل، وطيت على الرز وهديت خالص النار وحطيت ورقة فويل عشان يتكمر كده ويبقى جميل كده. بالنسبة لي خلاص الكبد والقوانص هشيل احطها على جنب بقى عشان نحطها في الاخر. بالنسبة للرز اللي عملناه امبارح وقلنا هنقدمه بالشكل ده، بصوا بقى هنعمل ايه. القرعية دي مش مشوية، وده الرز. اوكي، رز مبهر رائع برضو بالزبيب واللحمة المفرومة. تقدروا بقى تعملوا حركة نميسة كده، ودي ممكن نعملها احنا مع بعض بقى دلوقتي. نقوم عاملين ايه؟ ندخل القرعاية متغطية في الفرن، ويبقى الفرن على الهادي كده، يعني مش حامي قوي. تبتدي بقى ايه، تسخن على ما الضيوف ييجوا، وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبقيه الرز يتقدم في اي سيرفيس عادي جدا. اوكي، مش هنحط المكسرات دلوقتي، هنحطها بعدين. هنغطيها، وتعالوا ايه نعمل الحركه النميسه اللي بقول لكم عليها دي. ندخله في الفرن. افتح الفرن الاول، تفضل سخنة. يعني مش هنسخن الفرن قوي، فهقدر اشيلها ان شاء الله، دعواتكم. يلا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندنا ايه؟ عندنا السلطة. يلا بينا. مقادير التبولة. تبولة من السلطات اللي بقول لكم لطيفة جدا، جنب المشويات، جنب الحاجات اللي احنا بنبقى محتارين نعمل فيها سلطة شرقية، وفي نفس الوقت عايزين يبقى فيها حركة، يعني تبان غنية. والسلطة دي من السلطات الغنية جدا بالنسبة لي. بقدونس أهم حاجة، كتير، كمية محترمة، ما يتقطعش أبدا أبدا البقدونس بتاع التبولة إلا لما يتغسل وينشف كويس قوي. لو عندنا البتاع اللي في علبة كده بقعد أعمل فيها كده، بتدخل الهواء بتنشفه، تبقى هايله. فالمهم ان هو يتقطع ويبقى ناشف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ما يبقاش ماي ماي كده. اوكي، يبقى مغسول ومتنشف كويس قوي. وبعدين بقطع، بعد كده ببتدي احط بقى الحاجات بتاعتي اللي هي بتبقى بصل احمر، نعناع. النعناع قليل في التبوله مش كتير، حتى في ناس ما بتحطش يعني خالص. عندي كمان طماطم بالشكل ده، طماطم متقطعة من غير القلب بتاعها، من غير مية. السلطة دي معتمدة على ايه؟ معتمدة على الكواليتي بتاعة زيت الزيتون مثلا. يعني احنا مش بنحط فيها حاجة غير زيت زيتون، ليمون، حبة سماء. انا من عندي الصراحة بحب احط حبة دبس رمان، بيديها كده ايه
طعم مسكر ولذيذ قوي، بس هي في الوصفة الأصلية ما بيتحطش طبعا أي حاجة من الحاجات دي. حط كده السماق، نحط شوية من دبس الرمان، مش كتير مش كتير، الليمون كده، زيت الزيتون، وهو أهم حاجة في الوصفة. عايزة أقول لكم بتاخد شوية زيت زيتون محترمين. ينفع كمان تحطوا فيها فراولة، قطعوا فراولة بسيطة كده يعني صغنونة، هتدي طعم حلو قوي. أنا بحب دايما أحط فاكهة، بحب أحط رمان طالما عندنا رمان في الفترة دي، بحب احط رمان في وصفات كتيره جدا في السلطات. احط شويه ملح، ما بحبش السلطه مملحه قوي صراحه، فلو حابين تحطوا ملح اكتر من كده اوكي. ستات البيوت بقى الشوام يمسكوا ال البقدونس وتفضل تدعك فيه كده، تدعك فيه كويس قوي وتشربه من الزيت الزيتون. فبجد هي سلطه مغذيه جدا وجميلة جدا جدا جدا. خلونا نقدمها بشكل مختلف. عادة بنحط السلطات في بولة، قلت احطها في طبق غويط شوية يبقى شكلها ايه لذيذ وجديد بما اننا عاملين عزومة. على فكرة أجواء الاحتفالات دي حتى لو ما عندناش عزومة وعملناها لنفسنا هننبسط، فبليز اهتموا بنفسكم، افتحي النيش وطلعي كل حاجتك. حط بقى الرمان كده حوالين داير، نكلم دعاء. يا دودو. الو يا اهلا يا اهلا يا اهلا بيك، ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. الحمد لله، ازيك عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير. اتفضل. ممكن اعرف طريقه تتبيله الفراخ؟ تتبيله فراخ ايه حبيبتي، مشويه ولا فراخ مشويه؟ حاضر يا حبيبتي من عناي. يلا بينا. طبق سلطة لذيذ جدا، دمه خفيف ومشرف وملون ورائع. يلا بينا، تعالوا بقى ايه نحطه هنا كده، نشيل كل الحركات دي. نطلع فاصل ولا ايه؟ يلا بينا. طيب هنطلع فاصل عشان نجيب بقى بقية الوصفات والحركات اللي عندنا. استنونا بعد الفاصل. طيب ورجعنا من الفاصل، خلونا ايه ناخد كده فوطه ونطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الرز بس كده، تعالوا نبص عليه نشوف ايه الاخبار ونزود له شويه كمان. يلا بينا. بسخن الرز بس حسيت انه ايه عايز يسخن شويه عشان لما نزود يبقى سخن ولذيذ كده. يلا بينا، لازم يبان كده ويبقى ايه الالوان حلوه وباينه كل الحركات. المكسرات بتاعته اهي،
حبة زبيب، مش عايزين نداري كل الألوان. خلي الزبيب واللوز هنا. نرجع تاني احكي لكم كمان عملت ايه، حاجات ضرورية جدا لازم تعرفوها. فين ال ايوه هو ده، حبة بقدونس برضو كده يدوا ايه لون بس مش كتير. مش عايزه اضيع الالوان قوي، وعايزه في نفس الوقت يبقى ايه باين عليه الشياكه. طيب عندنا ايه بقى دلوقتي؟ عندنا فروت سالاد كده، تعالوا نعمله مع بعض. بسيط قوي ولذيذ قوي قوي قوي. مجرد ان احنا هنجيب القرعايه اللذيذه اللي احنا حاطينها هنا دي، وهنبتدي نحط فيها كل انواع الفاكهه اللي عندنا. اوكي، طبعا بقى فاكهة الشتاء اللي كلها فيتامين سي دي، فنقطع كده اليوستفندي، شيلوا البذر وقطعوه بالنص يعني براحتكم. نحط برتقان. انا كده محتاجة العصاير بتاعته. يلا دخل لي هاي. تمام اوكي ماشي. الوان بقى على قد ما تقدروا كده، نزودها كده وتبقى لذيذه. نحط رمان، وحرنكش، في حرنكشه هربت. اللون الاخضر يتمثل في الكيوي كده، والكنتالوب برضو، بس الكيوي كده ليها برضو فيها اسود فبتدي كونتراست لذيذ. يلا. والاناناس، حبه باينابل، لوزيز. ونكلم ام رنا. يا ام رنا اهلا وسهلا. اللون الاحمر هياكل منك حته. يا حبيبتي الفيونكه اللي في شعرك دي هتاكل منك اكل. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي، باين عليا كريسمس. لا باين عليك الاحمر ده هياكل احمر في احمر، الوش احمر وكل احمر في احمر. يا حبيبتي قلنا بقى نعيد بقى مع بعض. يلا كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. انا عملت القراقيش طلعت معايا طريه. طيب دخليها في الفرن. ادخلها تاني؟ اه دخليها تاني، دخليها تاني. وبالنسبه لام علي بس اوعي تفتحي عليها من فوق. خلاص. طب ام علي بيقولوا في بسكوت كده معين لام علي بيتحط بدل القلاش وبدل بسكوت. بصي هو مش بسكوت، انت عندك عندك يا اما هتستخدمي حاجه اسمها الملفي، وده بيتباع شرايح كده عند مستلزمات الكيك، عارفاهم محلات مستلزمات. أيوة. الكيك. قولي له عايزه مستلزمات الحلويات والكيك، قولي له عايزه ملفي. ماشي. مش بسكوت ده؟ مش بسكوت. لا هو مش بسكوت، هما دلوقتي بيعملوا ام علي ببسكوت كده عامل زي الباف، مش باف بيستري حتى، يعني نوع مش متوفر في كل حته، فانت خليكي في الملفي ده لذيذ قوي. وممكن تعمليها بالباف بيستري ودي عجينه، وممكن تعملي بالكرواسون. خلاص ماشي ماشي. تعالوا بقى ايه نعمل، هنسقي بقى الكلام ده ايه. هنكلم زينب. يلا حاضر نكلم زينب. يا زوزو الحمد لله. اخبارك؟ اهلا وسهلا. بحبك قوي. وانا بحبك قوي 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 قوي. انا عايزه اسال عن طريقه البسام. طريقه ايه؟
الباتيه. الباتيه، حاضر حاضر يا حبيبتي، من عينيا. تعالوا نشيل القرعيه كده على جنب، وهقول لكم بقى هنحط فيها ايه. انا حاطه مشروب غازي بطعم الرمان. عارفين المشروبات الغازيه اللي لونها ابيض وبرتقاني واسود، مشروب غازي عادي ازايز. فالازايز دي بقى في منها بطعم الرمان، لذيذ قوي. ليه؟ او ممكن نستخدم اللي لونه ابيض. المشروب الغازي ده بيساعد شويه ان الفواكه ما تدبلش بسرعه، فمش عايزينها تدبل طبعا. فهنعمل كده، هنحط بقى ايه جوه القرعية كده شويه من العصير ده، هو واي نوع عصير تاني فريش بقى بتحبوه. عايزه تحطي عصير برتقان، عايزه تحطي عصير اناناس، براحتك. انا حاطه عصير يوسف افندي. ممكن تحطي عصاير طبيعيه بس، عيشي حياتك. مش عايزه ايه يعني ازود قوي في العصاير علشان ما تتدلدقش مننا، اعرف اصورها. وعايزاكم يبان قدامكم الالوان. عايزين كمان اعواد من النعناع كده، تدي ايه ريحه ونكهه لذيذه، فريشنس كده حلوه. عايزه احط شويه رمان، حاسه ان احنا مقصرين مع الرمان، فلا عايزين نبينه بالشكل ده كده. ادي القرعايه الثانيه، نعمل كده. تحبوا اغطيها ولا مش هتبان؟ ينفع اغطي ولا بلاش كده؟ اوكي، مش حلوه كده. طيب نشيلها ونخليها كده كده، تمام اوكي. وادي القرعه اللي فيها الرز، نعمل كده نبين برضو الرز والحركات. طيب نشيل بواقي الفاكهه اللي عندنا. احنا عندنا الكرام شانتيه دخل صح؟ يلا. طيب تمام، انا ممكن استخدم برضو بقيه الحاجات دي في الكرام شانتيه. البافلوفا اللي عملناها اول حاجه كانت اول امبارح، لما طلعناها من الفرن بقت بالشكل ده. نقوم عاملين ايه؟ نجيب علبه زبادي يوناني، علبه زبادي يوناني وكريمه خفق، ونضربهم على بعض يطلعوا لنا الخليط ده، كريمه خفق سواء كريمه حلويات او كريم شانتيه زي ما تحبوا. نعمل كده، نخلي كده مقاديرها على الشاشه اهي نزلت، علشان اللي عايز يعرف ازاي نعمل بافلوفا. تعالوا نحط فراوله كده. عملنا الخلطه دي بايه؟ عملناها بكريم شانتيه او كريمه حلويات مخفوقه، وبعدين بنحط عليها علبة زبادي وبس. علبة زبادي يوناني عشان كريمي، بلاش زبادي عادي. مش هنحط زبادي يوناني، يبقى خلاص هنحط كريمة خفق بس. نزينها كده. مش عايزين نحط اناناس، خليها احمر في اخضر بس صح؟ حاضر. نجيب شوية فراولة من اللي بالعيدين دي. ايه؟ لا ما هنعمل كده بس. هنعمل كده.
نعناع للتزيين. عايزه اقول لكم انها حاجه حلوه لذيذه قوي وسهله قوي انها تتعمل في البيت ودمها خفيف. تقدروا ايه تجربوها. بتبقى الكراست دي ناشفه ومن جوه عامله زي المارشميلو، من بره شويه ناشفه كده وبتقرقش زي الموز الحلاوه. انا قلت لكم بالظبط التشبيه المظبوط بتاعها انها عامله زي الموز الحلاوه اللي بنشتريه اللي هو المارينج يعني. اخر حاجه حبه رمان صغننين وخلاص نودي البافلوفا تتصور. رشه ممكن تاخد رشه اسمه ايه سكر باودر صح؟ نديها رشه سكر باودر. انا لقيته كده قال يعني تلج وحركات بس كده. يلا بينا اتفضلي هنا كده. طيب ها عندنا ايه بقى تاني دلوقتي؟ نطلع فاصل ولا لسه عندي حاجات ممكن اقولها احكي لهم على حاجه؟ طيب معايا دقيقه احكي لهم. بصوا بقى صوص الجريفي اللي بيطلع دايما بيتقدم جنب الديك الرومي، ايه الصوص ده؟ الصوص ده بيبقى عباره عن شويه الحاجات اللي بتبقى موجوده زي كده اهي. فاكرين الارضيه اللي حطيناها تحت الديك؟ جزر، بصل، بطاطس، اي حاجه حطينا شويه حاجات كده. احنا ما حطيناش بطاطس، ثوم، شلنا بس ايه بعد ما خلاص الديك استوى شلت اعواد الروزماري وشلت قشر البرتقال واخدت بقيه السمنه بقى وكل الصوص اللي نزل ده وضربته في الخلاط. تمام، ضربته بقى في الخلاط في الكبه كده وبعد كده بحط عليه ملح فلفل. بدوقه الاول ملح وفلفل، احط عليه شويه كريمه، بتطلع لي الصوص اللي بيتقدم جنب الديك بس كده. ممكن نتقله وممكن ما نتقلوش. انا الكريمه بالنسبه لي كده تمام، تقلتهولي تمام. انت لو مش هتحطي كريمه بتحطي معلقه دقيق مش معلقه نشا. النشا بتعمله زي المهلبيه وانا مش عايزاه كده، عايزاه كل ما تسخنيه يفك. فهماني؟ كل ما تسخني الصوص لو اتبقى منه شويه لو برد يفك، لكن لما بتقلب بلوزه كده بالنشا ما بتبقاش احلى حاجه ولا طعمها ولا قوامها احسن حاجه. فالصوص بنعمله بالدقيق، بنحط له معلقه دقيق كده متدوبه في حبه ميه وبننزله على الخليط اللي ضربناه. ده الخليط ضربته في الكبه، طلع لي الخلطه دي، تبلتها وحطيت لها شويه كريمه وسبتها بقى تغلي على النار شويه كده عشان تتقل وتديني اللون الحلو ده بس كده. نطلع فاصل ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. ادي الكوكيز اللي عملناها برضو اول امبارح. لو يعني لو ينفع ننزل بقى كل المقادير. يلا ننزل الكوكيز وننزل كل الحاجات اللي احنا نقدر عليها. اوكي، وادي الديك وصل. الديك وصل يا ولاد زي ما احنا شايفين كده، الحمد لله وصل بالسلامه. تدي بقى ايه نقدمه بشكل لطيف. نحط بروكلي هي كده لطيفة، نحط جنبه خضار مشوي كده. كل دي بقى ايه اختيارات، خضار مشوي عايزين تحطوا ايه تاني؟ الرز، يلا انهي رز؟ الرز اللي بالخلطة الشرقية. اوكي نزل اهو تمام. عندنا كمان ادي الرز اللي استوى، تعالوا بقى نقدمه كمان. يلا بينا الرز
ده اللي بالخلطه بتاع النهارده مش كده؟ ده اللي عملناه مع بعض. يلا نبتدي بقى نحطه كده تحت الديك. يا سلام على الروايح يا ولاد. محدش يستعجل على تسوية الديك لان الديك بياخد وقت، فهو 4 ساعات دول اقل واجب يعني. عملنا كده نص الصينية بالرز، نحط ناحية خضار. دايما واحنا بننقي صينية للديك تبقى الصينية تقيلة، دي اهم حاجة، ما تحطيش في سيرفيس ولا في صينية تكون مش تقيلة علشان تتحمل انك تحطي الديك وتحطي الرز وتحطي كل تفاصيلك اللي انت عايزة تحطيها، سواء بقى جارنش اي حاجة تتحط كده بالشكل ده. محدش ما بيحبش الرز اللي بالخلطة، وبجد بيبقى طعمه تحفة. عايزين بقى نراجع كمان كل حاجة الديك كده بتنزل صح؟ تمام، النقع وكل حاجة كله تمام. حلو قوي. نحط بقى شوية جزر كده هنا مثلا ونحطهم هنا. طبعا الكريسماس والبروكولي تحسهم ايه؟ مرتبطين ببعض. في صلة قرابة كبيرة كمان بين كل الحاجات وبعضها. الالوان حلوة والتقديم المفروض ان هو يبقى شكله لذيذ كده وحلو، علشان احنا بنبقى عاملين حفلة. ناخد الكبد والقوانص. خلوني ايه اخد كمان حبة الرز دول، مش عايز اخد من قعر الحلة قوي، بس طعمه بيبقى جميل يعني. واصلا قعر الحلة مش لازق بزيادة يعني، هو بس واخد لون ازيد من العادي. يلا بينا نعمل كده. ده في ناس تخصص في قعر الحلة. بصوا لقيت ايه، تعالوا اوريكم قبل ما ازين بيه حاجة ولا حاجة. بصوا الفلفل ده فلفل اسود، لقيته في السوبر ماركت فقلت اوريه لكم. فلفلايه عاديه خالص، كان زيها زي الفلفل الرومي، من جوه اخضر ومن بره اسود، فلذيذ. تعالوا فين الرمانه؟ حد اخد الرمانه بتاعتي؟ نبص على الرمانه. عندي؟ لا مش عندي. ثانية يا أم، ثانية واحدة. أهي لقيتها، سبحان الله، نزلت لي من السما يا بنتي والله. نفتحها كده ونحطها هنا تبقى لذيذة. مش هنزود قوي في الرمان، خليه ايه يبقى شكل بس كده. انا عايزه ابين الفصوص دي، بس اخد من الفصوص دي كده وايه نبقى حاطينها كده اهو هنا. ممكن نحط شويه جزر هنا كمان، نلم دول.
حاضر حاضر هنا حاضر اوكي حاضر لسه ما خلصناش اصلا الديك لسه ما خلصش كل الحاجات حالا حاضر يلا بينا عايزين الكبد والقوانص بس كده نحطها هنا ونحط بقيه الخلطه وخلاص لازم الرز يبقى باين مش هينفع اغطيه فهنحط كده نلزق كده في الديك علشان الرز يفضل باين نيجي بقى للخطوه اللي بعدها وهي المكسرات فين المكسرات اهي حاضر 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 ندي اللوز حاضر اهو طب اعمل ايه اقدمه بكره يعني الراجل اكتر من ان احنا اخدنا 3 ايام علشان نقدمه يوم ما اقدمه هستعجل ثانيه واحده خلاص اهو اهو يلا بينا يلا بينا طيب اهو اوكي كده الوضع ده تمام فين اسيبه كده طيب تمام اوكي انهي لفه كده كده اوكي اهو اهو طيب فين ثانيه واحده عايز اعمل ايه كده كده تمام اوكي تمام كده خلاص لازم امشي ماشي خلصت حلقه النيو يير قدمت الحمد لله شويه حاجات لطيفه يا رب تكونوا اتسليتوا وانبسطتوا واستفدتوا واستمتعتوا عملنا حاجات لذيذه قوي مش هفتكر انا ايه ولا ايه بس عملنا تبوله عملنا قرعايه بالرز المبهر وعملنا رز بالخلطه والديك الرومي وقدمناه بشكل لذيذ جدا عملنا بافلوفا تبوله فروت سالاد وجينجر براد كوكيز حلوه قوي 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 اللي فاتوا حاجه من وصفات امبارح اول امبارح تلاقوا بقى كل الوصفات على اليوتيوب وعلى الصفحه بتاعه بي ان سي على فيسبوك وبتمنى تكون الحلقات بتاعه الاسبوع ده سعيده بيها جدا 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 ويا رب تكونوا انتوا كمان مبسوطين بيها كل سنه وانتوا طيبين انبسطوا واعملوا الوصفات وفرحوا وفرحوا الولاد وفرحوا كل الحبايب اشوفكم على خير بكره ان شاء الله تابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك ويوتيوب صفحتي الشخصيه دعاء السمنودي بالعربي والانجليزي على انستجرام وفيسبوك اشوفكم على خير باي باي